اولا قدم لك راسي، انا مولاي عبد الرحمن القاسمي شريف من حضرة فرج. جمعية ديالنا هي جمعية جمعية القواسم للنبلاء للقنص بالطير الحر. كنحاولوا دائما نبقاو محافظين على ولا نساهموا نحافظوا على التراث اللي هو يعتبر كتراث لا مادي شفوي من معترف به من طرف اليونسكو. الحمد لله حنايا كجماعة القواسم وحنا الجماعة الوحيدة اللي باقا كتدير هاد التراث هذا، والحمد لله كنحاولوا نعطيو ولا نساهموا باش ندوزوا هاد التراث لولادنا ولولادنا يدوزوهم لولاد ولادنا ما يحبش عندنا، بحكم انه كيعطي واحد ان بلوس بوغ لا كولتور ماروكان. عندنا ثقافة ديالنا، طريقة ديال الصيد ديالنا، طريقة تاع التربية ديالنا. الباز الشاهين اللي كتعتبر كأسرع حيوان في عالم الحيوانات، حوالي 350 كيلومتر في الساعة. الشكل ديالو هو اللي تقوم عليه لافيون سوبرسونيك ولا الطائرة الخارقة الحالية اللي هي لو فيتور ولا هو اكثر حاجه ميت لا توندونس هذا العام في لاغمي مونديال. الطائر هذا عنده بزاف لي كونستيتيون بيولوجيك ديالو، بحال حنايا مثلا عندنا كو دو فيميل او نيفو ديال الصربه ديالنا ولا او نيفو ديال الجمعيه ديالنا، عندنا كو دو فيميل حقاش سيونتيفيكمون لو مال هو اللي كيكون كيحافظ على العش، هو اللي كيكون كيحافظ، هو اللي كيوكل الاولاد. النتوى كتبيض وكتمشي، حنا كنبقى عندنا النتوى كنصيدوها كندرسوها، من بعد كنطلعو نتلقوها ما كدوز معنا واحد الوقيته تاع الوقت كنحاول. وثانيا هاد الطير هذا ما كيتباع ما كيتشرى، كيبقى حنا كنصيدوه كنعاودو نطلقوه كيفاش كيبقى عندنا. حسب الابحاث قالوا كيعيش بين 24 سنه حتى 40 سنه، لا ديري دفي ديالو كتفاري اونتر 24 و 40 سنه. المعامله ديال الطير يعني المعامله كتعاون مع بلوط وهذا واحد يستانس معاك ويدير فيك الثقه. اللي كنجيبوه كنصيدوه من الطبيعه وحش، عرفتي شنو شي حيوان كتجيبوه من الطبيعه وحش راه كاين متوحش. حنا كنحاولوا كنستانس معاك تيولف، كنخلي تقريبا 24 ساعه او 48 ساعه بالخطر ثلاث ايام بدون اكل باش يلاه يستانس. عاد كنبدا ناكلو شويه بشويه، عاد كنبدا نستانس معايا، والاكثريه الخدمه ديالو كتكون بالليل. بالنسبه لهذا تقريبا شحال عنده من عام؟ هذا فرخ ولد العام تقريبا الله عنده 3 شهور تقريبا، وطارف شهر 6 كل 6 7 8. هذا مورود ثقافي عندنا ورثنا بن جد، وكتعرف درك الشباب الاجداد توفوا وخلوا الاحفاد ديالهم، وطبيعه الحال كيكون اختلافات الجمعيات، ولكن هذا ما كيدلش ان القواسم مجتهدين. اجتماعيات كلها اجتهاد كتشكل الجمعيه. الحاله المورود الثقافي كيحتاج مصاري ضروري. طبعا حنا بالنسبه كانت في الاول هوايه، من مولاو مورود تحيه ليه، من مس المصاريف ما كنحسبوش مصاريف، مصاريف ما كنحسبوش. انا كنفضل راسي ما ناكلش اللحم وناكل هو اللحم، انا ما كنفضل راسي ما ناكلش اللحم، ولكن هو ضروري خصنا يوميا خصنا الوجبه ديال الاكل اللحم ديالو يكون فريش. صغار تقريبا يعني البعيد كما قلنا لانه هو تحت الرعايه الثانيه صاحب الجلاله، هذا دليل من شتيني انا كان في المحرك ضروري تنتمت على جدود ديالنا وداك الشيء ورثوه لينا، حتى حنا كنتمناو نورثوا لوليداتنا الا طول الله العمر. لوليداتنا تبارك الله راه كاين 7 سنين، كان البنيه عندها 3 سنين 4 كانت كتوكلوا باقي صغيره، والحمد لله هي عندها 12 عام كتوكلوا، هي اللي كتكلف يعني كنكون خدام بعد خطره 3 ايام 4 ايام غايب عن المنزل، البنيه هي اللي كتكلف الاكل ديالو والمسعي ديالو. في الدار اولا ما كنخلوش ما كيكونش مطلوق ولا هذا، كيبقى في بلاصتو، بقيت الماكله كياكل وبقيت الصيد راه كنمشيو حنا نخرجوه يصيد الحمام الفراكس والبوسان اون جينيرال ما كيقربش لهم بيسكو حنا اللي كنتحكموا. عندو المكان ديالو كنحطو في واحد الوكر ديالو او السيبور ديالو كيبقى جالس فيها عادية، كنحيد ليه راسو كيولي يستانس مع مالين الدار عادي، ما كنديرو لا في القفز لا والو، كنديرو ان تي سيبور صغير واحد الوكر ديالو كيبقى جالس عادي. والحمد لله كنتمناو هاد الموروث يبقى ما ينقارضش، وكنتمنى الوزاره الوصيه دي تحتضن هذا المورود الثقافي، محتضره الوزاره تصنف في منظمه اليونسكو منذ 2010، وحنا كنحتفظوا عليه باش نورثوا لوليداتنا وهذا مكان. الحمد لله حنايا راه كنحاولوا نساهموا نحافظوا عليه.
ما كنحبسوش هنا، ان شاء الله ولادنا ولاد ولادنا يبقى عندهم، واهم حاجه هو المبادره والعمل، ان شاء الله يكون خير.